السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقعات برج الميزان لرجل الميزان وأنثى الميزان. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحظ، اللهم صل على الحبيب المصطفى، الحظ إن شاء الله هيكون معك. بسم الله الكاشف. الصحة عندك في تحسن، ويوجد عندك شفاء من مرض عانيت منه، ويوجد عندك زوال الوجع، وجع الرجلين والصداع، وخاصة وجع الصدر. المال عانيت منه كثير، من عدم الاستقرار في المال. بفضل الله أرى في تحسن أمورك بنسبة كبيرة إن شاء الله بإذن الله. العاطفة، عانيت الكثير من الوعود الزائفة والتأجيل وعدم اكتمال الفرحة. يوجد عندك اكتمال فرحة، وخاصة يوجد عندك رجوع حبيب. رجوع حبيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو بي اللايك فضلا وليس أمرا. توجد عندك مكالمة هاتفية مفرحة عن قريب. أرى العلاقة الزوجية عندكم هتتحول بنسبة كبيرة، ويوجد عندك بشرة بمولود في انتظار. أرى في تحسن واستقرار وراحة نفسية. يوجد عندك فرح عائلي. السفر يوجد عندك أكثر من مرة في سفر. أرى في تتحسن أمورك بنسبة كبيرة. يوجد عندك سفر وتحقق حلم. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. كلامك الفترة دي في ثقة أكثر، وتغيرت وعارف تأخذ حقك، وبعدت عن السلبية في التعامل مع زملائك والمقربين منك. في رجوع غالي عليك، وفق بلوكات وعتاب بين حبيب أو صاحب. أرى في عتاب بين حبيب أو صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. أرى في رد فعل من غريب يسعد قلبك ويطمن روحك بعد قلق الفترة الماضية. بسم الله. أرى في رجوع رزق ليك مرة ثانية. كان انقطع عنك فترة هاي الرزق. أرى سيرة طيبة وكلام يتقال في ظهرك هيكون سبب في رجوع ثقتك بنفسك مرة ثانية. عندك رزق قريب منك، لكن في حسد بيمنعه عنك أو عمل سحر، وإن شاء الله هيردع لك رزقك مرة تانية. بس حصن نفسك بذكر الله أخواتي في الله، حصنوا نفسكم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليكم بأذكار الصباح وأذكار المساء وسبع تمرات على الريق، وصلاتك في أوقاتها. اللهم ابطل عنكم كل سحر وكل حسد يا حي يا قيوم. بسم الله الكاشف. أرى بشرة حلوة وأخبار تفرح القلب عن طريق شخص قريب منك إن شاء الله. حذاري في كلامك عن شغلك ورزقك مع الأقارب الفترة دي. في شخص عاشق ليك بيكابر في التعامل معك، لكن بيحبك ومتعلق بيك. أنت تعرفه. في أخبار حلوة هتطمن قلبك تخص العمل والرزق وشفاء مريض قريب منك جدا إن شاء الله. هتتحسن أوضاعك بشكل تدريجي، وفي مقابلة قد تنقلك إلى مستوى جديد. أرى في مقابلة هتنقلك إلى مستوى جديد إن شاء الله. قول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرى هناك شيء تريده بشدة، لكن لديك أولويات أخرى جعلتك تنساه. تذكر ما تريده لعله يفتح لك باب خير. اكتشاف السحر في بيتك وامرأة من دمك تغير منك. علاقة سامة هتخرج منها وهو في خسارة وندم عليك. البعض حبيب متجسس بمساعدة امرأة وكشف معلومات عنك.
أرى رجوع حق ونصرة بعمل واستلام منصب أو تركية ورفع بلوك. بسم الله الرحمن الرحيم، الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله. البعض هنا أخواتي لله حواليك امرأتين على هيئة الشياطين، واحدة من دمك والثانية عاشقة ليك، عاشقة للشريك. ظلمت من أقرب الناس ليك، أذيتك بسحر مرشوش، بسحر مرشوش، وأعراضه كدمات في الجسم أو نفضة في الجسم مفاجئة أو نفور الشريك والبعض، قلق وتوتر. أراك تقلقن الحبيب درسا لن ينساه، وكشف حقائق وشخص يتحايل عليك للرجوع، والبعض اعتذر، والبعض اعتذر. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شيء ستجده، فقدته من فترة، ستجده. أرى في شهرة للبعض واسم سيلمع في مجالك للعمل وعلى الصعيد الاجتماعي. البعض احذر من شخص يستغلك ماديا. أرى في كشف أسرار عنك من شخص متعدد العلاقات. بسم الله الرحمن الرحيم. للمنفصلين، في شخص قريب منكم بده يدخل معكم في علاقة حب أو زواج، استغل الفرصة واستغلها لأنه عوض من ربنا ليك لانتظارك. عندكم زيادة في الفرحة بفضل الله تعالى. قول يا رب، قول يا رب، لا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم صل على سيدنا محمد. هتزداد عندكم حالة التفاؤل، بطارية ملحوظة. هتحصل ثمار عمل سابق وتفرح وتكتب بداية المستقبل فرحة بفضل الله تعالى. أبشر بي الخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انفراجات رائعة وتغيرات كثيرة في حياتك، اللهم صل على سيدنا محمد. أرى في طريق سفر غير متوقع وخير قادم ليك بإذن الله. استعد للفرحة والمفاجآت، راح يطرق بابكم الحظ والرزق. في قلق واضح في ملامحكم وشك بسبب كثير التغيرات التي حصلت في حياتكم بصفة عامة. لا تقلق، كل أمورك سوف تسير على ما يرام وكما تمنيت. أبشر بالخير والفرح ومفاجآت كثيرة بانتظارك. ستفاجأ برزق غير متوقع ومال كنت نسيته من أيام كثيرة. استعد للحياة الجديدة ورزق على ثمرة تعبك. أبشر بالخير، أبشر بالخير. عندكم عتبة جديدة فيها راحة بال ليك واستقرار وفرح ورزق. في مقابلة أو لقاء أو مكالمة هاتفية مع الحبيب وتوضيح أمور وعتاب بينكم وصلح بإذن الله تعالى. أبشر بالخير. في فعل خير أنت عملته رد فعله خير ليك ما كنتش تتوقعه خلال أيام. غيرة وحسد من حد قريب ليك، تجنب الحديث أو المكالمات معهم الفترة دي. أرى العثور على ورق مهم كنت فقدته من فترة، وإنجاز مهمة بالورق وتسير أمور تخص المال أو السفر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرى بإذن الله ستفاجأ بالرزق الغير المتوقع لأن الرزق أمامي ومال كثير بفضل الله تعالى. استعدوا لحياة جديدة ورزق على ثمرة تعبكم بفضل الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب، استعدوا للفرحة والمفاجآت، رح يطرق بابكم الحظ والرزق إن شاء الله. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.